وفي الصفحة الدينية، وصلت آخر الرحلات الجوية للحجيج التاجين إلى الأراضي المقدسة بعد أن أغلقت السلطات السعودية مطار المدينة المنورة أمام الرحلات الخارجية. التفاصيل مع علي فاضل قدركي، مفد التلفزيون الإذاعة إلى الأراضي المقدسة. الجهات المسؤولة بتنظيم الحج تؤكد بأن الرحلة الأخيرة للحجاج التاجين القادمة من العاصمة جمينة ستهبط في مطار جدة بدلا من مطار المدينة المنورة، إذ أن السلطات السعودية أغلقت مطار المدينة المنورة أمام أغلب الرحلات الخارجية، وذلك لانتهاء الوقت المحدد للرحلات الخارجية بالنسبة للحجاج. هذا ومن ناحية أخرى أنه قد غادر صباح اليوم غالبية الحجاج التشاديين المتواجدين بالمدينة المنورة نحو مكة المكرمة، وغدا سيغادر ما تبقى منهم. وفي هذا الصدد عبر بعض الحجاج عن فرحتهم لحج هذا العام. علينا علم دجينا وسوينا زيارات، كملنا زيارات وعلم حاليا كده ماشيين عليه على مكة. كمشينا بنمنون دور العافية في دارنا، بس الله بيجيب لنا العافية. ما بقي لنا إلا نذهب إلى ذو الحليفة، من ذو الحليفة نشيل النية حج والعمرة أو حج وعمرة معا. كل الأمة كل التشاهدين نسأل عافية للدولة ولجيراننا، الله يؤمنها من الفتون، ناس المجرمين اللهم يبعدهم عنا كما بعد بين المشرق والمغرب، والله أحفظ دولة وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونشير بأن الحجاج التشاديون الذين لن يتمكنوا من زيارة المدينة المنورة قبل الحج سيعودون لزيارتها بعد انتهاء مناسك الحج.